سياده اللواء طارق رفيقي محافظ سوهاج. سياده المحافظ مساء الخير يا فندم. شكرا يا حبيبي، ازي حضرتك يا فندم؟ النهارده حضرتك عامل اجتماع عشان المبادره الرئاسيه 1500 قريه كمرحله اولى، ايه اللي عندنا في سوهاج المراكز والقرى؟ ايه اللي هيتم ان شاء الله ومن امتى؟ في البدايه بس تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. هو بس عايزين نلفت نظر ان المبادره دي مختلفه تماما عن كل ما سبق في مصر، يعني اعتقد ان ما حصلش في مصر حاجه بالشكل ده قبل كده، ويمكن حضرتك تابعت سياده الرئيس عن المبادره. هي ان هم يعني اتلخصت المبادره كلها انها مبادره متعدده في اركانها ومتكامله في ملامحها. يعني النهارده انا ما بشتغلش على حاجه فرديه على راس طريق ولا بدخل ميه او كهرباء، لا، هي لها ثلاث اركان رئيسيه. جزء فيها شغال خدمات مرافق وبنيه اساسيه، في جزء ثاني او بيستكمله التنميه الاقتصاديه وتوفير فرص عمل، الجزء الثالث اللي هو التدخلات الاجتماعيه وتوفير سكن كريم. لو قلنا على الخدمات والمرافق والبنيه الاساسيه دي بقى شامله كل حاجه، فيها الصرف الصحي وميه الشرب والكهرباء والاناره العامه والطرق والنقل، توفير غاز طبيعي للمنازل، وحدات صحيه، ابنيه تعليميه. التدخلات الاجتماعيه داخله سكن كريم، محو اميه وتعليم وحملات توعيه ثقافيه ورياضيه وتجهيز عرايس، يعني فيها كل حاجه في التدخلات الاجتماعيه ان شاء الله وتوفير سكن كريم. اما عن التنميه الاقتصاديه فيها توفير بقى فرص عمل، انشاء مجمعات صناعيه صغيره، تاهيل مهني، تنميه زراعيه، تنميه سمكيه، تدوير مخلفات، فيها كل شيء، يعني هي مبادره متكامله نقدر نقول انها تحقيق التنميه الشامله في كل مركز وليس حاجات فرديه، يعني انا ما بشتغلش على حاجه فرديه. طيب النهارده القرى عدد القرى قد ايه يا سياده المحافظ اللي داخلين معانا مرحله اولى؟ احنا داخلين سبع مراكز و181 قريه، ده في مشروع 50 مركز، ده بالاضافه لل 68 قريه اللي داخلين ان شاء الله في حياه كريمه. يمكن حياه كريمه يعني على التوازي، احنا شغالين على التوازي هنا وهنا. على التوازي يا فندم، على التوازي الاثنين مع بعض. احنا عندنا حياه كريمه متخصص لها 2 مليار و2 من 10 ان شاء الله، ودول 68 قريه على مستوى سوهاج. نعم. اما بالنسبه لل 50 مركز واحنا ان شاء الله عندنا سبع مراكز، عندنا ان شاء الله دار السلام والبليانه والمنشاه وجرجه، ده في الجنوب، وعندنا طمه وساجولتا ومراغه والمراغه ان شاء الله باذن الله. نعم. النهارده كان الاجتماع موسع بشكل كبير، يمكن حضر كل جهات الاسناد، كل المديريات اللي عامله في هذا الموضوع، لان احنا ما زلنا حتى الان فيها بتظهر لنا حاجات جديده وبنزودها الحقيقه. يمكن زي ما قلت لحضرتك اذا كانت المبادره دي متفرده تماما في اهدافها واركانها وتكاملها، لا، هي متفرده كمان في الشغل فيها ووجه الرقابه عليها. يعني ان شاء الله يمكن احنا من حظنا الرائع ان احنا ان شاء الله باذن الله داخل معانا الهيئه الهندسيه اللي هتولى التنفيذ في محافظه سوهاج. طبعا هي في غنى عن ان احنا نزكيها، على كل مصر بتدين ليها بالفضل والولاء وعارفه شغلها اكثر بالرائع واكثر من جدي. والاجتماعات مستمره، هيبقى في مندوب من الهيئه الهندسيه موجود في كل مركز، خصصنا النهارده نائب احد نواب المراكز، يعني نائب مركز ومدينه فريق عمل من الهيئه الهندسيه مع نائب مركز ومدينه من عندنا مع متابع من ديوان المحافظه، بحيث مع رؤساء القرى الموجودين، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله المتابعه، وتتم الاتفاق حتى على اجتماع هيبقى اسبوع ان شاء الله يوم الخميس من كل اسبوع لمناقشه ما تم انجازه وما تم والمرحله اللي بعديها ان شاء الله. طيب سياده المحافظ، انا النهارده لانه كلام سياده الرئيس امبارح واضح جدا لحضراتكم والهيئه الهندسيه ودوله رئيس الوزراء ووزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه في هذا الامر، انه احنا اديني حضرتك نموذج، انا داخل قريه سين هعمل ايه في هذه القريه وانا داخل؟ انا قلت لحضرتك احنا داخلين المركز كامل، المركز كاملا وليس القريه. كل الصرف الصحي وميه الشرب وبحلول غير تقليديه المره دي، يعني حتى القريه البعيده عن العمران او تكلفه الصرف الصحي بتاعتها هتبقى عاليه جدا ولا يمكن توفيرها، او يعني هتكلف فوق العاده، لا، هيتعمل لها حل لوحدها، حتى لو بيارات كبيره بره والقريه كلها بتصرف عليها مش هتبقى مشكله المواطن اطلاقا. ثم بعد كده احنا بنتولى سواء بقى المعالجه السبعيه او الثلاثيه او حتى كشف الخزانات الكبيره اللي بره. بتشتغل على الكهرباء والاناره العامه في المركز شاملا وكاملا. الطرق والنقل، كل الطرق اللي بين القرى، الطرق الداخليه الرئيسيه داخل القرى نفسها، الوحدات الصحيه لازم نشوفها، الوحدات البيطريه، الابنيه التعليميه، كل حضرتك تنميه شامله وكامله وتكون متكامله ما بين القرى، يعني القرى اللي قريبه من بعضها، يمكن
التصور كمان ان احنا يتعمل زي مجمع خدمات في كل قريه، مجمع الخدمات اذا كان في الوحده الصحيه يبقى ملحق بها الاسعاف، يبقى جنبيها المطافي بتاعها، جنبيها كل ما يخص الخدمات بتاعت القريه في مجمع واحد ان شاء الله باذن الله. وده التصميم دلوقتي او التخطيط على كده باذن الله. نعم. النهارده عملنا سواء بقى كل مركز هياخد قد ايه تقريبا التكلفه التقديريه المبدئيه او القطاعات نفسها، يعني عملنا بدايه من القطاعات الصرف نفسها هيحتاج قد ايه، ميه الشوربه هتحتاج قد ايه، الصحه هتحتاج قد ايه، وهكذا لغايه ما وصلنا الطب البيطري، الكهرباء، طرق وكباري، حمايه نيل، ري، شباب ورياضه، تعليم، ده عملناها كقطاعات. وفي نفس الوقت شفنا الختام. كان بنتكلم على فلوس بشكل مبدئي سوهاج المرحله الاولى، بشكل مبدئي سوهاج يمكن احنا النهارده تقريبا يعني قد نقترب من ال 20 مليار حتى الان. 20 مليار حتى الان مبدئيا، تقدير مبدئي دلوقتي ان شاء الله. نعم سياده الرئيس، النهارده اتكلم ايضا على الشركات، انه الناس اللي المقاولين الشركات عايز الناس كلها تدخل، هل في حد بدا يتكلم معاك وتواصلتوا مع الشركات اللي موجوده عندنا في المحافظه بحيث كله يشتغل وكله يستفيد؟ عملنا يعني حصر بالكل يا فندم، عملنا الحصر بالكل وبالتنسيق مع الهيئه الهندسيه لسبب حجم الاعمال اللي احنا شايفينه ده. لا محتاج، ومحتاج ناس كتير ومحتاج شركات كتير. انا مش هخبي على حضرتك ان احنا كنا بنتكلم النهارده في الكلمه دي قلناها وكانت بحق، ان ال 20 مليار او المبلغ المخصص دلوقتي لهذا المشروع فقط في محافظه سوهاج في وقت من الاوقات كان بيمثل ميزانيه محافظه سوهاج في 40 سنه، يعني احنا لو بنتكلم على 2012 و2013 كانت ميزانيه سوهاج بالله تتعدى 250 مليون جنيه، النهارده انا بتكلم في ده خارج الميزانيه. 250 مليون جنيه ميزانيتها في 12 13؟ كانت كده 2013 اعتقد كانت 250 مليون جنيه، النهارده بنتكلم في خارج الميزانيه ال 20 مليار تقريبا، بالاضافه ل 2.2 مليار في حياه كريمه، بالاضافه ل 4 مليار وكسر برضه 4.1 او 4.2 للمناطق الصناعيه، ده بالاضافه ان كان تقطين الطرق كان داخل خارج ده. لا ده احنا بنتكلم، والميزانيه الاصليه بتاعت سوهاج ما زالت موجوده للصرف على بقيه المراكز اللي لسه ما دخلتش في المرحله. لا دي ميزانيه اخرى، يعني ده مبلغ اضافي ملوش علاقه بالموزع. ده خارج ميزانيتنا خالص. يعني ده اضافي، فانت بتتكلم حضرتك الحجم العمل اللي هيتعمل في سوهاج هنا بهذا المبلغ اعتقد ان هو كان يمثل عمل 40 سنه في السابق. يعني انت ان شاء الله باذن الله اعتقد ان احنا في نهايه السنه في محافظه جديده، وان شاء الله مع اذا كان ده بيتنفذ على جميع المحافظات فاحنا بنشوف ان هيبقى في دوله جديده اصلا، في دوله جديده، في ريف مصري جديد كريم بيوفر حياه كريمه وبيحقق تنميه شامله ومتكامله لكل اهله ان شاء الله. هتبداوا امتى المخطط؟ احنا خلاص احنا نقول ان احنا بدانا بالفعل، يعني احنا بدانا بالفعل، تمت الاجتماعات مع المنطقه الجنوبيه ومع الهيئه الهندسيه اكثر من مره، واعتقد ان شاء الله باذن الله الموعد القادم بشكل يعني هتبدا تنزل الشركات والمعدات على طول يعني ان شاء الله فورا. نعم. باذن الله هيكون عندكم شغل كتير الايام الجايه. هو شغل هو مش كتير شويه عليها يعني. نعم. شغل غير مسبوق بقول لحضرتك زي ما بيقولوا مفيش نوم، لانه الحاجات دي المرحله الاولى تخلص بعد خلال ديسمبر الجاي ان شاء الله، سنه بنتكلم من دلوقتي ان شاء الله باذن الله، ربنا يقدرنا ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كل التحيه لحضرتك.